فاتت انه لما تيجي تطبق second method of Lyapunov لقينا انه اختيارك لليابونوف فانكشن قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، يعني زي ما قلنا بتعتمد على خبرة المهندس اللي بيعمل المهندس اللي بيطبق لابونوف فانكشن. فاحنا هنتبع النهارده تكنيك جديد عشان نشوف ازاي نطبق سكند ميثود اوف لابونوف. هنعتمد على تكنيك جديد اسمه كوادراتيك لابونوف فانكشن. احنا شفنا انواع الفانكشن قبل كده، عندي الكوادراتيك لابونوف فانكشن بتبقى في الصورة v of x بتساوي x ترانسبوز b x. في الحالة دي بتبقى ال b عبارة عن symmetric matrix. عشان اضمن ان ال v positive definite function لازم ال b طبقا للسيلفستر كريتيريون الماينورز بتاعتها كلها لازم تكون بوزيتيف، يعني اكبر من الزيرو. يعني ممكن تكتب كده بسرعة v of x is positive definite function if the symmetric matrix if the symmetric matrix. مقصود بالsymmetric matrix انه ال B12 تساوي B21، ال B13 تساوي B31 and so on. If the symmetric matrix have positive principal minus، يعني الماينورز بتاعتها البرنسبلز كلها لازم تكون ايه؟ بوزيتيف. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي الشكل اللي موجود قدامي، انا هختار بوزيتيف ديفينيت فانكشن. على سبيل المثال اقول انه الفي دوت بتاعتنا، لو عندي سيستم اهو عايز اختبره، اكس دوت بتساوي ايه اكس. خلي بالك لو انا جيت اشوف الاكس ترانسبوز دوت هتساوي، عشان يبقى حاصل الضرب بتاعي صحيح، دي بتساوي اكس ترانسبوز اي ترانسبوز. يعني على سبيل المثال افرض مثلا انه الاي دي مثلا 3 في 3 والاكس بتاعتي عبارة عن ايه 3 في 1، اديني 3 في 1 يبقى الضرب صحيح. لو هنا اللي حصل العكس، لو دي 3 في 3، لو خدت دي اللي هي 1 في 3 يبقى الضرب بتاعي يبقى صحيح. يبقى هنا الاكس ترانسبوز دوت بتساوي اكس ترانسبوز اي ترانسبوز والاكس دوت بتساوي اي اكس. طيب تعال نشوف بقى الفي دوت بتاعتي هتبقى عباره عن ايه. في دوت بتساوي في دوت اوف اكس بتساوي اقول اكس ترانسبوز زي ما هي ب اكس دوت، الاكس دوت ده اشيلها واحط مكانها اي اكس اي، زائد اكس ترانسبوز افاضل الثانيه، يعني اقول تفاضل الاول اهو وبعدين تفاضل الثاني اهو، يبقى اكس ترانسبوز اي ترانسبوز ب اكس بتساوي اخد اكس ترانسبوز في الاتجاه الشمال، وهنا هيبقى عندي فاضل بي اي زائد اي ترانسبوز
بي، والاكس بتاعها اليمين بالشكل ده. انت عايز ايه؟ انت عايز انه الفي دوت تبقى نيجاتيف ديفينيت فانكشن او اتليست نيجاتيف سيمي ديفينيت فانكشن. يبقى هنا هاجي افترض الاتي، انه الفي دوت دي بتساوي نيجاتيف ناقص اهي اكس ترانسبوز كيو في اكس. يبقى اختيارك هنا اهو 2 to ensure that للتأكد أو للتأكد من to ensure that v dot is a negative definite function to ensure that للتأكد من إنه ال v dot is a negative definite function or at least or at least negative semi definite function. طيب الشكل اللي موجود قدامي دلوقتي، انا هختار كيو ده اهي، خد بالك معايا، انا حاطط هنا اشاره ايه ناقص يا اولاد، مش كده ولا ايه؟ يبقى الكيو ده لازم اختارها بوزيتيف ديفينيت او at least بوزيتيف سيمي ديفينيت، يا اما بوزيتيف ديفينيت وبوزيتيف سيمي ديفينيت وقدامها اشاره ناقص، يبقى هي يا نيجاتيف ديفينيت يا نيجاتيف سيمي ديفينيت. طب انا هسهل المسؤوليه عليا شويه. طب ما انا اختار الكيو دي يا اولاد يونت ماتريكس، اختارها ايه؟ يونت ماتريكس. يبقى انا ايه؟ لو انا اخترت دي سهلت على نفسي المأموريه، هختار دي يونت ماتريكس الماينورز بتاعتها كلها بوزيتيف او على الاقل ماينور بوزيتيف والتاني زيرو. في الحاله دي يبقى انا ضامن ان دي at least negative semi definite او هي negative definite. يبقى انا هعمل ايه بقى؟ انا عندي السيستم، فانا هبتدي برجاجع. بمعنى ايه؟ انا هسهل على نفس الماموريه، اختار الكيو يونت ماتريكس او at least فيها واحد وزيرو، واخد بالك، واقول انه انا حددت فعلا انه البي dot is negative definite or negative semi definite، وارجع برجاجع اعوض في المعادله اللي قدامي دي واطلع البي. لو طلعت البي بوزيتيف ديفينيت يبقى السيستم ستيبل، لو طلعت البي بوزيتيف سيمي ديفينيت هنشوف الموضوع ازاي. يبقى هنا انا همشي بالطريقه العكسيه، اسهل على نفس المساله، اختار الكيو يونت ماتريكس واتاكد وبقيت متاكد ان الفي دوت هي نيجاتيف ديفينيت او نيجاتيف سيمي ديفينيت، وارجع اعوض في المعادله اللي هي ده اهي، اطلع البي. لو طلعت البي بوزيتيف ديفينيت يبقى السيستم ستيبل، لو طلعت بوزيتيف سيمي ديفينيت هنشوف الحكايه دي مع بعض دلوقتي. يبقى هنا وي شال we shall use the opposite direction. We shall في ايه يا اولاد؟ وفين ليه؟ We shall use the opposite direction. i.e. choose v dot of x. Choose v dot of x as a negative definite function. Choose v dot of x as a negative definite function or at least negative semi definite function depending on Q, depending on Q,
كيو معتمد على ان كيو is a positive unit matrix، يعني الكيو ممكن تاخد الصورة مثلا 1 1 1 0 0 0 0 0 اهي دي يونت ماتريكس اهي، والماينوس بتاعتها كلها اللي موجوده عندك بوزيتيف، يبقى دي بوزيتيف، يبقى البي هنا بوزيتيف، الكيو بوزيتيف. او ممكن تاخد الصوره بالشكل ده اهي 1 و0 و0 و0. في الحاله دي او 1 و1 هنا، بص معايا هناخد الحالتين دول. لو خدت الحاله الاولانيه ده اهي اللي هي اليونت ماتريكس بتاعتي 1 و1 عوضت بيها عن كيو هنا، هيطلع لي كده ها x1 x2 1 1، في x1 x2 هتطلع لي ماينس x1 تربيع زائد x2 تربيع، قدامها اشاره ماينس، فاهمينها؟ اقولها تاني دلوقتي اهو، ادي x1 وادي x2 اللي هو الترانسبوز بتاعنا. لو خدت اليونت ماتريكس بتاعتي 1 1 0 0 وضربت في الاكس 1 والاكس 2 هتديني ماينس، اهي قدامها اهي، تديني ماينس اكس 1 تربيع زائد اكس 2 تربيع. ده لو اخترت اليونت ماتريكس اللي هي ده اهي. لو العكس، لو اخترت الايه الكيو بالشكل ده اهو، هيبقى عندي ماينس زي ما هي x1 x2 1 0 0 0 x1 x2 هتديني ماينس x1 تربيع اللي هي نيجاتيف سيمي ديفينيت فانكشن. يبقى انا اختياري لليونت ماتريكس اللي هي 1 1 وانت ماشي، يبقى انا بختار نيجاتيف ديفينيت فانكشن. لو خدت 0 0 0 1 مثلا، يبقى اختياري نيجاتيف سيمي ديفينيت فانكشن. خلاص اخترت، هعمل ايه بقى؟ ابتدي اعوض بالقيم اللي حصلت عليها ده ايه بالكيو ده ايه. اقول ايه؟ انه بص معايا كده، الفي دوت اخترتها ايه يا اولاد؟ الفي دوت خد بالك من الحته دي، هقول بقى تساوي اكس ترانسبوز بي اكس اي اكس زائد اكس ترانسبوز اي ترانسبوز بي اكس بتساوي ماينس اكس ترانسبوز، بس يا ولد كيو اكس. يبقى هنا الكونديشن يقول لي ايه بقى؟ لو شلت الاكس ترانسبوز مع اكس ترانسبوز والاكس مع الاكس، هيبقى عندي يطلع لي هنا ايكويشن بتقول لي الكونديشن هنا انه بي اي زائد A ترانسبوز B بتساوي ماينس Q. أنا اخترت التاني ال Q، أو اخترت ال V دوت نيجاتيف سيمي ديفينيت، أو اخترتها نيجاتيف نيجاتيف ديفينيت. هاجي أقول لو أنا طلعت من الإيكويشن دي إن ال B بوزيتيف ديفينيت او بوزيتيف سيمي ديفينيت، يبقى السيستم ستيبل، يبقى الحاله دي. ذن سبستيتيوتنج ان ايكويشن 1 باي A و A ترانسبوز، هتعوض عن ال A وال A ترانسبوز and Q، we get the matrix B. هنحصل على الماتريكس A B if the minors of B were positive. Then V of X اللي هي الدالة اللي أنا بقول عليها اللي هي V of X will be a positive definite function.
and the system will be stable. Then v of x will be a positive definite function and the system will be stable. If b was positive semi-definite function, also the system will be stable. يبقى دلوقتي اختياري للكيو بيحدد لي البي. لو اخترت الكيو بوزيتيف يونت ماتريكس او سيمي بوزيتيف يونت ماتريكس هتطلع لي قيمه البي في الايكويشن نمبر 1. الايكويشن 1 دي هنسميها ايه يا اولاد بقى؟ الايكويشن 1 دي هنسميها ريكاتي ايكويشن. الراجل اللي عمل هذه الايكويشن اسمه ريكاتي. يبقى ايكويشن 1 ايكويشن 1 از نو. تعالى بقى ناخد اكزامبل بسرعه نشوف الكلام ده هنعمل بيه ايه. كونسيدر اند ستادي كونسيدر اند ستادي the stability, consider and study the stability of the shown system using the second method of Lyapunov. بعدين بقى الاولاد بس يا بنوته انتوا هي على فكره نتيجه امتحانكم سيئه نتيجه الامتحان سيئه تلت الدفعه ناجح والتلتين ساقط وده لا يبشر بخير من فضلك انت وهو حضورك الأربع أسابيع اللي باقيين أساسي تقريرك تكون أساسية وإلا example x dot بتساوي 0 1 minus 1 minus 1 x 1 x 2 زي ما اتفقنا هنبتدي بالراجع. أقول let v dot of x بتساوي minus x transpose أخد أهو unit matrix أهي في x هطبق الريكاتي equation أقول ba زائد A ترانسبوز B الكلام ده بيساوي ماينس Q. ريكاتي إيكويشن بتقول إنه BA زائد A ترانسبوز B بتساوي ماينس Q اللي هي بتساوي أهو ماينس 1 ماينس 1 0 0.
اجي في الطرف الشمال، انا عندي سيمتريكال ماتريكس، يبقى هنا بي 1 1 بي 1 2 بي 1 2 بي 2 2 مضروبه في الاي بتاعتنا اللي هي 0 1 ماينس 1 ماينس 1 زائد الاي ترانسبوز بتاعتنا اللي هي 0 1 ماينس 1 ماينس 1 مضروبه في البي اللي هي بي 1 1 بي 1 2 بي 1 2 بي 2 2 الكلام ده بيساوي ماينس 1 ماينس 1 0 0 اهي. هاجي اضرب اهو، هيديني هنا الصف الاول هنا يديني ماينس بي 1 2، الصف الثاني هيديني ماينس بي 2 2، الصف ده في ده هيديني بي 1 1 ماينس بي 1 2، الصف ده هيديني بي 1 2 ماينس بي 2 2. ادي بالنسبه لضرب الايه مكتوب مدرسيس دول، زائد دي في دي هتديني ماينس بي 1 2 وبعدين بي 1 1 ماينس بي 1 2 اهي، دي في دي ودي في دي. نيجي بعد كده هنا هتديني ماينس بي 2 2 وبعدين بي 1 2 ماينس بي 2 2 بتساوي، اجمع يبقى عندي ماينس 2 بي 1 2 وبعدين عندي بي 1 1 ماينس بي 1 2 ماينس بي 2 2 اهو. جمعت هنا، هنا برضو نفس الكلام بي 1 1 ماينس بي 1 2 ماينس بي 2 2. التانية هتبقى عندي بي 1 2 ماينس بي 2 2 2 بي 2 2 اهي. بجمع هنا النتيجه اهي. الكلام ده بيساوي ماينس 1 ماينس 1 0 0. نبص هنا من العلاقه الاولانيه ده اهي، يطلع بي 1 2 بتساوي نص، لو سويت دي بدي يبقى 2 بي 1 2 بتساوي 1، يبقى بي 1 2 بتساوي نص. هنا بي 1 2 ناقص بي 2 2 بتساوي ناقص 1 في نص، يعني بي 1 2 اهي في 2 ناقص بي 2 2 بتساوي ناقص 1. 2 اهي النتيجه تقول لي دي بتساوي، يبقى بي 1 2 ناقص بي 2 2 بتساوي ناقص نص، يبقى بي 2 2 ايه بي 2 2 هتجيبها هنا ودي هتيجي هنا، يبقى بي 2 2 تساوي 1. نيجي للعلاقة دي، بي 1 2 بي 1 1 بتساوي بي 1 2 زائد بي 2
2 اللي هي بتساوي نص زائد 1 تساوي 3 على 2. إذا الماتريكس بي بتاعتي هتبقى بالصورة بي 1 ب 3 على 2، بي 1 2 بنص، بي 1 2 بنص، ودي بواحد، يبقى دي الماينور الأولاني بوزيتيف، الماينور الثاني 3 على 2 ناقص ربع تبقى 5 على 4، يبقى دي بوزيتيف، الماينورز كلها بوزيتيف. إذا V of X اللي هي بتساوي X ترانسبوز B X اللي هي بتساوي X1 X2 في 3 على 2، وهنا 1 وهنا نص وهنا نص، و X1 X2. أنا مش هعيد الكلام، بما ان دي الماينورز بتاعتها كلها بوزيتيف يبقى v of x is a positive definite function. اذا v of x is a positive، اضرب كده هتلاقيها عباره عن ايه، جزء في x تربيع، x1 تربيع، وجزء في x2 تربيع، positive definite function. يبقى اذا v of x positive is a positive definite function. يبقى اختياري من الاول، تاني هقول لما اخترت ال V dot negative definite طلعت ال V of X positive definite. السيستم ده يا ولاد stable ولا لا؟ stable. مش بس كده، حضرتك بترمي كرة على الارض اهي، لو كانت ال V positive او الفورس positive وقوة الاحتكاك negative الكرة هتقف، يبقى معناها ان ده asymptotically stable system، مش كده ولا ايه؟ ما دمت هتوصل لنقطة الزيرو الكرة اللي انت رميتها دي وقفت لانه في قوة احتكاك في عكس الاتجاه، يبقى ال V positive ودي negative. يبقى لما يكون عندي positive definite function، خد بالك بقى، positive definite function وال V dot negative definite function، يبقى according to the second method of Lyapunov the system is asymptotically stable، لانه هنستقر على نقطه الصفر. يبقى اول قاعده من قواعد السكند ميثود اوف ليابونوف، اف v of x was positive definite function and v dot of x was negative definite function the system is asymptotically stable. اكتب عليها نمره واحد، يعني اكتب كده ايه سكند ميثود اوف ليابونوف القواعد بتاعتها نمره واحد اهو، v of x positive definite function v dot of x negative definite function the system is asymptotically stable. خلاص؟ طيب السيستم ده احنا طلعناه يا اولاد asymptotically stable system، ما تيجي نختار الكيو بتاعتنا. امسح الجزء ده يا اولاد، الجزء ده امسحه يا اولاد، ها الجزء اللي في اليمين مفيش ولا حياه لمن تنادي، امسح. اجي اختار ليت كيو، ليت Q بتساوي 0 1 0 0 اهي، يعني V dot of X بتساوي ايه يا اولاد؟ ها ماينس X2 تربيع اللي هي X ترانسبوز في Q في X اهي اهي، بتساوي X1 X2 في 0 1 0 0 يا جبان، x1 x2 اما تضرب هتطلع لي دي
قدامها طبعا اشارة ماينس هنا هتديني ماينس اكس 2 تربيع. اذا انت مختار دلوقتي، انت مختار دلوقتي ال v dot is a negative semi definite function. يبقى in this case لما انت اخترت ال q بقى هنا unit matrix بس فيها الاليمنت الاولاني بزيرو بدل الواحد، يبقى زيرو واحد زيرو زيرو، هيطلع لي ان ال v dot is a negative semi definite function. خلاص تعال نعوض هنا في العلاقات اللي عندي هنا بقى. اقول دي بتساوي ايه؟ بتساوي ماينس 0 1 0 0. هيبقى عندي من العلاقة دي يا ولاد اهي 2 بي 1 2 بتساوي 0. 2 في بي 1 2 ب 0 يبقى 2 بي 2 2 بالماينس تساوي ماينس 1 هناك، يبقى 2 بي 2 2 تساوي 1. اذا بي 2 2 بتساوي نص. تاني 2 بي 1 بي 2 2 بالماينس اهي بتساوي ماينس 1، يبقى اذا بي 2 2 بتساوي نص. بي 1 1 بتساوي بي 1 2 زائد بي 2 2، يبقى بتساوي ايه يا اولاد؟ بتساوي ده بزيرو اهو، يبقى دي بتساوي نص. النتيجة اللي عندي بقى اذا بي بتساوي نص نص بي 1 2 بزيرو وزيرو. It is also a positive definite function. مش كده ولا ايه؟ طلعت لي ال B11 بنص، ال B22 بنص، وال B12 بتساوي B12 بتساوي 0. طلع لي انه ال B بتساوي ايه؟ نص X تربيع، X1 تربيع زائد نص X2 تربيع اهي. انه ال B of X بتاعتي بتساوي X1 X2 في نص نص 0 0 x1 x2 هتساوي نص في x1 تربيع زائد x2 تربيع. طلعت ايه؟ بوزيتيف ديفينيت. يبقى ال v و x طلعت بوزيتيف ديفينيت. يبقى في الحالتين، الحاله الاولانيه لما اخترت اليونت ماتريكس بتاعتك 1 1 طلعت لي البي بوزيتيف ديفينيت. الحالة الثانية لما اخترت البي دوت نيجاتيف سيمي ديفينيت طلعت لي برضه البي ايه؟ بوزيتيف ديفينيت. مش السيستم ده اللي فات كان اسيمتوتيكال ستيبل؟ يعني السيستم هنا برضه اسيمتوتيكال ستيبل. يبقى احط القاعدة الثانية بتقول لي ايه؟ لو كانت البي اوف اكس نمرة 2 في ليابونوف سكند ميثود بتقول لي ايه؟ نمبر 2 اف اف v dot of x is negative semi definite function. If v dot of x is negative semi definite function and v of x and v of x was positive definite function, the system also will be اسيمتوتيكالي ستيبل. احنا اختبرنا السيستم في الحاله الاولانيه طلع اسيمتوتيكالي ستيبل، يبقى هو نفسه اسيمتوتيكالي ستيبل في حاله v dot of x negative semi definite and v of x تساوي positive definite. يبقى الحاله نمره 2 او القاعده نمره 2 في second method of Lyapunov بتقول لي انه v of x positive definite، v dot of x يا اما negative definite يا اما negative semi definite، the system is asymptotically stable. نيجي للحالة الثالثة. لو انت الكرة ماشية على الأرض اهي، شوية تمشي وشوية تقف، شوية تمشي وشوية تقف وشوية تمشي. لو الـ V دوت يا أولاد نيجاتيف ديفينيت، بسيطة هديها لك بإنك راكب عربية. أنت حاطط رجلك على البنزين، كل شوية تشيل رجلك من على البنزين. مفيش يعني مرة بوزيتيف ومرة زيرو، مرة بوزيتيف ومرة زيرو.
يبقى الفي اوف اكس ايه يا اولاد؟ بوزيتيف سيمي ديفينيت. لكن انت حاطط رجلك على الفرامل، العربيه هتقف ولا لا؟ هتقف العربيه. يبقى هنا القاعده الثالثه، لو في اوف اكس نمبر 3، اف في اوف اكس از بوزيتيف سيمي ديفينيت، اف في اوف اكس از بوزيتيف سيمي ديفينيت اند في دوت از نيجاتيف ديفينيت and v dot is negative definite, the system is asymptotically stable. يبقى عندي ثلاث حالات اهم للاسيمبتوتيكال ستابيليتي، v of x positive definite, v dot negative definite, v dot negative semi definite, v of x positive semi definite, v dot negative definite, the system is asymptotically stable. طيب نيجي بقى الحاله القاعده نمره 4، انت راكب العربيه حضرتك اهو، بتدوس بنزين شوية وتشيل رجلك عن البنزين، العربية ماشية اهي، ماشي، بتروح حط رجلك على الفرامل، بتقلل السرعة شوية وتشيل رجلك شوية، تقلل السرعة شوية وتشيل رجلك شوية، هل هتوصل للزيرو؟ ما توصلش للزيرو. يبقى الحالة دي يا أولاد هي فيها بيبقى سيستم ستيبل، يعني هيبقى في حدود حته ايرور من 2 لـ 5%، لانك انت قاعد ايه تدوس شويه وتدوس فرامل شويه صغيرين وتشيل وهكذا. يبقى القاعده الرابعه بتقول لي ايه؟ بتقول لي اف في اوف اكس ووز بوزيتيف سيمي ديفينيت، اهو مره بوزيتيف ومره زيرو، مره بوزيتيف ومره زيرو، اند في دوت اوف اكس is negative semi definite، شويه تدوس على الفرامل وتشيل شويه رجلك، شويه تدوس على الفرامل وتشيل رجلك، يبقى مفيش استمراريه، the system will be stable. يعني هيوصل لمنطقه انه يبقى في عندي السرعه ماشيه كده، لكن عندي نقطه معينه ما بتوقفش، لكن في ايرور بينها وبين الزيرو، يبقى السيستم هنا stable. طيب حضرتك دلوقتي لو انت خد بالك معايا، لو انت دايس بنزين كويس وما حطيتش رجلك على الفرامل خالص، هل السيستم ده هيبقى ستيبل؟ هيبقى اسيمبتوتيكال ستيبل، العربيه عمرها ما هتقف، يبقى سيستم ان ستيبل. يبقى نمره 5 بتقول لي ايه بقى؟ نمره 5 القاعده دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي اف في اوف اكس ووز بوزيتيف ديفينيت or positive semi-definite حتى ولو كان and v dot of x was equal to zero، ما بتدوسش فرامل خالص، السيستم ده stable يا ولاد؟ السيستم ده unstable، the system will be unstable. يبقى الحالة نمرة 5 بتقول لي، أو حاول نمرة 4، if v of x was positive definite and v dot of x تساوي زيرو، the system is unstable، وحط تحتها خط. ماشي كويس قوي. تعال بقى دي قاعدة نمرة كام يا ولاد؟ 5. نمرة 6 بتقول لي ايه بقى؟ حضرتك ارجو السماحية في التعبير، حضرتك مجنون شوية، رحت طالع بالعربية على 250 كيلو متر في الساعة، وفي نفس الوقت دوست على الفرامل للاخر، العربيه هتقف ولا مش هتقف؟ هتقف مش كده ولا ايه؟ انت ماشي ب 250 لكن دايس على الايه؟ على الفرامل، العربيه هتقف. يبقى في الحاله دي السيستم اسيمبتوتيكال ستيبل، بس ايه يا اولاد؟ ان لارج، ان لارج. ليه؟ لانه لو كانت الفي اوف اكس جوز تو انفينيتي and v dot of x is negative definite, the system is asymptotically stable in large. ازاي؟ لو كان عندي v of x function of x، هنحط القاعده بقى رياضيا بقى، لو v of x function of x وكانت الماجنتيود بتاع الاكسات اللي عندك كلها تروح الى infinity، وكانت ال v of x بتروح الى infinity، the system is asymptotically stable in large. هفسرها تاني، انت بدات ب 250 كيلو متر في الساعه لكن ضاغط على الفرامل، العربيه هتقف، يبقى السيستم اسيمبتوتيكال ستيبل. يبقى هنا بنترجمها رياضيا نقول ايه؟ لو كانت الاكسات بتاعتي الماجنتيود بتاعها
بيروح لانفينيتي، والفي اوف اكس كماجنتيود بتروح لانفينيتي، اند في دوت اوف اكس از نيجاتيف ديفينيت او نيجاتيف سيمي ديفينيت، ذا سيستم از اسيمبتوتيكالي ستيبل ان لارج. يبقى القاعده نمره 6، اف امسح شويه يا اولاد. يبقى القاعده نمره 6 بتقول لي ايه؟ اف اف الماجنتيود بتاع الاكسات تنس تو انفينيتي، اند في اوف اكس كماجنتيود تنس تو انفينيتي، اند في دوت اوف اكس نيجاتيف ديفينيت or negative semi-definite, the system is asymptotically stable in large. يبقى في عندي ست قواعد للسكند ميثود اوف ليابونوف، فيهم اربع قواعد بتقول لي ان السيستم اسيمبتوتيكالي ستيبل ان لارج، اللي هم v of x positive definite، v dot of x negative definite، v dot of x negative semi definite، v of x positive semi definite، v dot positive negative semi definite، the system is stable. v of x tends to infinity as x tends to infinity، the system is asymptotically stable in large. الحالة التالتة انه v of x positive semi definite وفي دوت اوف اكس نيجاتيف ديفينيت، ذا سيستم از اسيمبتوتيكالي ستيبل. يبقى عندك اربع حالات اسيمبتوتيكالي ستابيليتي بالاضافه الى ايه؟ الانلارج اللي هي في جوز تو انفينيتي واكس جوز تو انفينيتي، ذا سيستم از اسيمبتوتيكالي ستيبل ان لارج. ذا سيستم از انستيبل اف في دوت اوف اكس تساوي زيرو. الحالة دي يا اولاد بنسميها اللي هي unstable system، حالة انها حالة limit cycle. خدتوا describing function يا اولاد؟ يعني ايه limit cycle يا اولاد؟ يعني في high frequency oscillation السيستم ما بيستقرش، لكنه في oscillations على طول كده. يبقى السيستم ده اسمه unstable system. يبقى الحالة دي الوحيدة اللي فيها v of x positive definite او positive semi definite، لكن v dot of x تساوي zero، the system is unstable. The system is unstable. خد exercise study using Riccati equation. بس يالا study using Riccati equation the stability of the system x dot تساوي 0 1 minus 2 minus 3 x1 x2. هتستخدم Riccati equation عشان تشوف لي الاستابيليتي بتاعت السيستم، وتقول لي
هتحدد لي هل السيستم ده ستيبل ولا اسيمتوتيكال ستيبل ولا انستيبل سيستم. طبعا انت منطقيا مش هتختار في دوت تساوي زيرو عشان تقول لي ان هو، لكن اختار لي البي دوت يا اما نيجاتيف ديفينيت يا اما نيجاتيف سيمي ديفينيت. خد لي اكسرسايز نمبر 2، انت فاميليار مع السيستم ده. اكسرسايز نمبر 2، ستادي ذا ستابيليتي اوف ذا سيستم. اكس دوت بتساوي ماينس 2 ماينس 3 ماينس 2 ماينس 3 واحد زيرو 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 اكس 1 اكس 2 اكس 3. هل هي سهلة المسألة؟ ناقص واحد كفاية وبلاش الواحد اللي في النص ده بقى. يلا عندك اتنين اكسرسايز، اتنين اكسرسايز ويجوا في المحاضرة الجاية. انت ضحكت علينا ليه؟ انت درست لنا السكند ميثود اوف ليبونوف، لكن ما قلتلناش فين تأثير الكنترول انبوت، هل هو بيأثر على الاستابيليتي ولا بيأثرش؟ يبقى ده موضوع المحاضرة الجاية، والمحاضرة الجاية اللي هي يوم الثلاث مفيش محاضرة، هيبقى ده الحد اللي بعدها. أي سؤال؟ أي حاجة مش مفهومة؟